هلا بهالطله. هلا. كم لك يوم؟ والله كثير يا رجل. بس روفني لا راث عم بالدنيا راث عم بابوي مغربي. لك حاضر بالله عجبك؟ ايوه صدق والله. ايوه مشان بس روفني حالتك حاله. ايوه خليت ربعك وجيتني جاي. اليوم فيها تعزيل غانم ومدري وشو بعد سبق يا حمود. قدام جاي يا حمود وجلست اصلي اليوم كل الصلاه. اربس رواك وصل صار بدون سروال. شو والله انك خيذة انت. انت عذاب السراويل وعذاب الثياب اقسم بالله. ما شاء الله يا مرحبا يا الغالية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ده 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 شغل شارع ما عليه افتح. هذا يوم عن عشان تخلق ونقوى عنها العلف ما نامت عيونه. يا هذا يوم عن عشان تخلق ونقوى عنها العلف ما نامت عيونه. عاشر علبل ما شاء الله تبارك الله. كيفت على هالجت يعني. ولا والله غادي نراعي بيع الرسمي بداوي رسمي كفو والله. ما شاء الله تبارك الله. اليوم قهوتنا بدلة الشمالي. اليوم معطسة على كيف كيفكم. ذاك الجوع جيعان. انا ما قلت لك انزلها. انا رحت نزلتها. انا غير تسوي اللي براسك. الجوع ذبحنا. طبعا الجوع يا اخي ليه ما تاكل؟ هذا ما توقعت حلو. مشتهي؟ ايه؟ جبرك. انت مشتهي جبرك ولا كليجة ولا معمول؟ ما ادري ايش مشتهي انت. الجبر. اي خلنا نسلك بلما الله يفرجها. مبدي وانا اقول كلها منك دايم انت سبحان الله. دور بفراشنا معلقة. دور بفراشنا وغرضاننا طيحات. حمود راح على الجيب ومخلي الطربال مفتوح ومشيت انا. جيت عقبه ومشيت. تضحك لما اقول لي والله شو شنطه طايحه. رجعت لها حول 15 كيلو. يا ويلي ادبها غرضان. هات هات. وهذيك فرشتنا. ليه طايحه؟ ليه؟ ليه طايحه انت اللي ما قفلت الطربال؟ خلي الطربال فاتح من ورا. يا ما شاء الله عليك. ابشرك نص المراكم هذه. صدق والله؟ لا. حبيبي. روح يلا ايش بقى الحين؟ روح ما عليك ما بقى الا هالفراش والفرشه لانها طايح ما حد يقدر. وهذه فرشه؟ هذاك فراش النوم اهم شيء. عشت. عطني مفتاح. مو مفاتيح مو مفتاح وش تبي بس اخطر. حط اللي من هناك امسك. يعني الحين تبي تقنعني ما طايح غير الفرشه وفراش وفراش النوم؟ فراش النوم؟ شلون مطب هذا على غرفه؟ رايحين للشبكه ما والله ما وثق بك انا، انت خليت الطربال فاتح خلنا ندور بس. قلصنا وحوستنا وهذا الحال. الله يستر بس. وين نجي بالنهار ندور؟ ايش يا بالنهار؟ يلا خلنا.